أي مقدس لم يصله الاستخفاف، أي حق لم يعتدى عليه، أي عرف كريم لم يوطأ بالقدم. القرآن مزق وبعثر، المسجد هدم وحطم، الحسينية والحوزة أحرقتا، القبور طالها العدوان، الأجسام والنفوس أذيقت ألوان العذاب، الأرواح البريئة أزهقت، الأعراض نالها الضيم، حياة المسالمين مهددة، السجون مملوءة، النيل من كرامة أي شخصية تنطق بكلمة حق في الأحداث بلا حدود، التخوين يطال مئات الألوف. وهذا المسلسل مستمر لا ينقطع ولا يتوقف، وكل ذلك وهذا الشعب يزداد إيمانا وإصرارا على مواصلة حراكه السياسي السلمي، وإن طال المدى وتضاعفت التضحيات. وكل ذلك والجامعة العربية تبارك لهذه السياسة فظائعها البشعة وانتهاكاتها الأثيمة. كل ذلك ودعاة الديمقراطية في العالم والذين يشنون حروبا عدوانية تحت شعار المطالبة بها إنقاذا للشعوب فيما يدعون يستهدفون أنظمتها، يصمتون على تحت شعار المطالبة بها إنقاذا للشعوب ويستهدفون أنظمتها يصمتون على أقل تقدير على هذه الجرائم والانتهاكات المتدفقة وعلى العبث الرخيص بقيمة هذا الشعب وكرامته. على الشعب في إعلام السلطة إذا استهدف سماحة الشيخ إذا استهدف سماحة الشيخ علي سلمان أن يهتف تعيش الحكومة، وإذا أحرقت حوزة النور لسماحة آية الله الشيخ النجاتي، وإذا أحرق مسجد أو حسينية أن يهتف تعيش الحكومة. على الشعب عند كل جريمة ترتكب على الشعب عند كل جريمة ترتكب في حق أعراضه وأرواح أبنائه ومقدساته أن يهتف تعيش الحكومة. على الشعب في إعلام السلطة أن يمرر كل الجرائم التي تمارس في حقه بهدوء وفي جو عادي بل مرح على الأقل، وأن يتفرج أو يضحك لكل آلامه لأنها من جهة السلطة المقدسة التي تحكمه. ما قتل فلان أو فلان الآخر من أبناء الشعب إلا شيء عابر، وما دمه إلا أقل من دم بعوضة. ولقد قال الشعب كلمته الصريحة الصارخة الثابتة من أول يوم في حراكه، بل منذ أن اعتنق الإسلام ومعرفة هذا الشعب بالإسلام واعتناقه للإسلام سباقة وعريقة، قالها: هيهات من الذل، 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 هيهات من الذل. وسيبقى يقولها معاش، قالها: هيهات منا الذلة، لن نركع إلا لله، 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 لن نركع إلا لله. نعم، قالها بصدق وإيمان كامل وإصرار ثابت، وسيبقى يقولها ما عاش وما سرى دم في عرق من عروق شيوخه وشبابه وأطفاله. لن نركع إلا لله.
تحرك الشعب في اتجاه الإصلاح ولتصحيح الوضع ولا تراجع له قبل تصحيحه. لا عدوانية ولا ركوع لغير الله، لا عدوانية ولا قبول بغير الحق، لا عدوانية ولا رضا بغير العز والعدل والمساواة، لا عدوانية ولا بديل عن الإصلاح، ولا بديل عن الإصلاح الصادق الجدي الشامل. سلمية 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 بلا تراجع، بلا تراجع ولا انهزام ولا ارتعاد. وغريب ما تتمناه صحافة السلطة على سماحة العلامة الغريفي، على إيمانه، على تقواه وورعه، على إبائه وغيرته الإسلامية، على حسه الإنساني الغزير، أخلاقيته الرفيعة، وطنيته القوية، تمسكه الشديد بأحكام دينه القويم. أي مالئ الباطل كتبوا يريدون من مثل سماحة السيد العلامة السيد أن يمالئ الباطل، أن يسكت على الظلم، أن يبارك النيل من الحرمات، أن يسترخص دماء المسلمين، أن يستهين بكرامة الإنسان، أن يشارك ولو بالصمت في جريمة الاستهداف لحياة مؤمن وعالم ومجاهد، لا لذنب إلا لأنه يقول كلمة حق ويطالب بحقوق شعبه. المؤمن الحق من مثل سماحة العلامة الغريفي لا يعرف إلا سيدا واحدا، إلا آمرا واحدا، إلا ناهيا واحدا، لا يرد له أمر ولا ناهي ولا يخالف، ذلك هو الله وحده. ولا قيمة في نفسه لأمر أي آمر ونهي أي ناه يأتي على خلاف أمر ربه ونهيه. لئن خاف المؤمن أحدا فإنه لا يخافه كما يخاف الله، ولئن أمل أحدا فإنه لا يؤمله تأميله في الله. بل خوف المؤمن الحق كله راجع لخوفه من الله، وكل أمله عائد إلى أمله فيه، لأنه لا يجد مالكا ولا فاعلا مستقلا من دون الله سبحانه. وكيف يسكت الشعب على استهداف حياة واحد من أبنائه وهو يشعر بأنه كله مستهدف باستهدافه؟ فما رخص دم واحد إلا ورخص دم الجميع. وعلى هدم مسجد من مساجده وحرمة المساجد واحدة، وعلى حرق حسينية أو حوزة وحكم الحسينيات والحوزات واحد، واحد في الاستهداف. وعلى التحرش بجمعية سياسية وجريمة كل المؤسسات السياسية المعارضة مشتركة كونها تطالب بحقوق الشعب، وعلى انتهاك عرض من الأعراض وهو انتهاك لها جميعا. هدم مسجد واحد هدم للمساجد كلها، حرق لحسينية واحدة لحوزة واحدة حرق للحسينيات والحوزات كلها، هدك لعرض واحد هدك للأعراض كلها، هدر دم واحد من أبناء الشعب هدر لدم كل أبنائه، تعد على رمز سياسي من أي اتجاه من أي جمعية سياسية، أقول من أي جمعية سياسية بغض النظر عن ماذا، عن الأطياف والألوان والتوجهات، تعد على رمز سياسي من أي اتجاه من أي جمعية سياسية، تعد على الرموز كلها. حاضر واحد ومصير واحد لا تفريط فيه من كل الأطياف والتوجهات والجمعيات السياسية المعارضة، صف واحد، صف معارض واحد حتى تحقيق المطالب، حتى تحقيق المطالب.
الشعب يحرم على نفسه العدوانية وأن يطل دما حراما لأحد من الجانب الرسمي، فكيف يرضى بأن يعتدى عليه ويطل دم أبنائه رخيصا؟ نحن نحرم الدم، كل الدم، دم الدم الذي حرمه الله نحرمه بغض النظر عن كونه دم إنسان رسمي أو واحد من أبناء الشعب. وإذا كنا حريصين على دم الآخر فنحن حريصون على دمنا. حرمة واحدة يجب أن ترعى لكل دم صانته شريعة الله العادلة. أما المسؤول فهي السلطة على كل التقادير. ما الهدف؟ الهدف ليس إحداث خسارة مادية لمسجد أو حسينية أو حوزة مثلا. الهدف أن يتهم الشيعة إخوتهم السنة فتنشب الحرب ويقوم الاقتتال. إخوان سنة وشيعة، إخوان سنة وشيعة. وهذا الاتهام لا نسمح به أبدا، ولن نسمح بفتح الطريق لهذا الهدف الإجرامي الخبيث، هدف الاقتتال بين السنة والشيعة. يجب ألا نسمح به على الإطلاق، وأن نقف سدا في وجهه ما استطعنا. وكلمة أخيرة عن ديمقراطيتنا العريقة، في آخر ما وصلت إليه من عدم إعطاء ترخيص لاعتصام ولا مسيرة، فإنها بذلك تفرض حصارا تاما على الكلمة الناقدة ومصادرة كاملة لحرية الرأي وإلغاء نهائيا لأي وجهة نظر معارضة لتبرهن على عراقتها وأصالتها بكل صدق وقوة، بل لتكون بلادنا أسوار قانون وأسوار سجون لمنع نسيم الحرية. لكن هنا شعبا يصر على نيل حريته واسترداد حقوقه.